مرحبا بكم في قناة عالمك سيدتي مع مريم ومرحبا بكم في فيديو جديد بالنسبة للناس الذين يشاهدون قناتي لأول مرة لا تنسوا الضغط على زر أبني أيضا تفعيل الجرس لتوصل بجديد القناة لجميع النساء اللواتي يتقن في الاقنعه الطبيعيه التي يتم تحضيرها باستخدام مكونات طبيعيه غير خطيره اليكن وصفه قناع له اثار سحريه على الوجه هذا القناع محضر من بذور الكتان يشد الوجه ويصحح كل العيوب عليه وهذه القدره على شد الوجه هي السمه الرئيسيه لبذور الكتان التي تخترق عميقا البشره لتجديد شبابها بذور الكتان لها العديد من الفوائد على البشرة. يساعد بذر الكتان في علاج أمراض الصدفية وذلك لاحتوائه على الأحماض الدهنية، أيضا يساعد في علاج مرض الإكزيما، يمنع حدود سرطانات الجلد، يساعد في علاج حبوب الشباب. أيضا يساهم في التخلص من حروق الشمس وآثارها إذ ما تم استخدامه موضعيا. الأحماض الدهنية الموجودة في بذور الكتان تساعد موضعيا في إغلاق مسامات الجلد الواسعة ومسك بذور الكتان له العديد من الفوائد فهو يساعد على شد بشرة الوجه المترهلة يعمل ماسك بذور الكتان على علاج حب شباب والبثور وتهدئة الالتهابات الجلدية في الوجه يمنح ماسك بذور الكتان الترطيب للبشرة الجافة كما يمنحها نعومة فائقة من خلال إزالة الخلايا الميتة في الجلد يحارب ماسك بذور الكتان التجاعيد في البشرة مما يجعل بشرتك تبدو بمظهر أكثر شبابا ونضارة يزيل ماسك بذور الكتان الاحمرار عن البشره جراء حروق الشمس من لا يعرف بذور الكتان فهو شكلها موضح الان في الفيديو يمكنكم شراءها من عند اي بقال او من عند اي محل تجاري يعني بذور معروفه جدا وتباع في اي مكان واينما كنتم ستجدون هذه البذور وثمنها ليس بثمن غالي بل ثمن مهاجد مناسب وجد ملائم لجميع الناس من اجل تحضير هذا الماس عليك تحضير هريسه من بذور الكتان عن طريق طحنها في الخلاط للحصول على قناع طبيعي ونقي نقوم بطحنها جيدا حتى الحصول على خليط او مزيج بهذا الشكل كما تلاحظون معي ضروري جدا هرس بذور الكتان بهذا الشكل في هذه الوصفه وعدم استعمالها بشكلها الصحيح لان عند هرس بذور الكتان تستفيدون اكثر من مكوناتها ومن الماده الهلاميه التي توجد بداخلها نقوم باخذ ملعقه كبيره من من هريسه بذور الكتان بهذا الشكل وفي هذه الاثناء نحضر ماء مغلى يجب ان يكون مغلى بدرجه حراره مرتفعه ونضيفه الى بذور الكتان بعد ذلك نقوم بمزج هذا الخليط جيدا ستحصلون على خليط لزج كما تلاحظون معي في الفيديو ستحصلون على عجين لزج بهذا الشكل صراحه قناع طبيعي وقناع رائع جدا للبشره استمروا في الخلط بشكل جيد حتى تحصلوا على هذا الخليط اللزج والمتماسك بهذا الشكل ضروري جدا استعمال ماء مغلى بالنسبه لطريقه وضع القناع في النهار يتم وضع القناع على كل مناطق الوجه حيث تكون البشرة مرهقة لأن الخصائص المهدئة لقناع بذور الكتان ستنقي بشرتك بشرة وجهك. ضعي هذا القناع لمدة 12 يوما مع تجنب الضحك أو حتى الكلام خلال وضعه. يجب أن تغسلي القناع بالماء الفاتر ثم ضعي أي كريم مهدئ لتنظيف الوجه من بقايا القناع بعد 12 يوما من العلاج ستحصلين على بشرة قوية ومتناغمة ومشدودة مع التخلص من كل عيوب الوجه كأنك قشرت البشرة ووضعت مرطبا على الوجه أيضا هذه الوصفة صراحة جد رائعة ومجربة ومضمونة تساعد على شد الوجه ستحصلون على بشرة رطبة ناعمة خالية من التجاعيد مع قناع بذور الكثان هذا لا تخافي من ظهور التجاعيد أو حب الشباب حتى وإن كنت في سن كبيرة اقدم لكم الان ماسكات اخرى تستعمل فيها بذور الكتان الماسك الاول خاص بتنظيف البشره تحتاجون في المكونات الى ملعقه عسل ثلاث ملاعق من بذور الكتان المطحون وربع كوب من المياه الدافئة نقوم بخلط جميع المكونات حتى تصبح مثل العجين ثم طبقي على الوجه والرقبة لمدة 20 دقيقة ثم أشطفي بالماء الفاتر وكرري هذا الماسك مرتين في الأسبوع يمكن أيضا استعمال بذور الكتان للشعر وهي رائعة جدا للشعر تعطي مفعول رائع وذلك عن طريق تحضير جل بذور الكتان هذا الجل سأريه لكم إن شاء الله في فيديوهات قادمة طريقة تحضيره جد سهلة تقومون بوضع كمية من بذور الكتان في الماء على النار إلى أن يغلى المزيج بعد أن يغلى هذا المزيج نضعه على نار هادئة بعد ذلك نقوم بتصفيته بتصفية هذا المزيج عفوا بعد تصفية المزيج نأخذ خلاصة هذا المزيج سنحصل على مادة لزجة ويقوم نقوم بتطبيقها على الشعر وفرد الشعر بهذه المادة وستحصلون على شعر رطب ورائع جدا هذه الوصفة إن شاء الله سأقدمها لكم في فيديوهات قادمة بالشرح بالتدقيق أتمنى ان اكون قد افدتكم في هذا الفيديو هاد ال... هاد البذور صراحه جد رائعه فقط اعتمدوا هذه الوصفه وثقوا في هذه الوصفه وجربوها لبشرتكم شكرا على تتبعكم لهذا الفيديو لا تنسوا دعمنا بلايك لهذا الفيديو ايضا نشر هذا الفيديو ليستفيد منه الجميع الناس اللي لم يشتركوا بعد في القناه لا تنسوا الاشتراك في القناه وذلك بالضغط على زر ابوني ايضا تفعيل الجرس للتوصل بجديد القناه الى اللقاء انتظركم في فيديو قادم وانتظروني في فيديو قادم باذن الله لا تنسوا ترك لي تعليقاتكم على هذا الفيديو ايضا اي سؤال او استفسار يمكنكم تركه لي في تعليق وساجيب عليه مباشره بعد وضع هذا الفيديو في القناه الى اللقاء الى فيديو قادم باذن الله